يعني وكيف هاي الصاولي وراك هذا؟ الصاولية مراد على كيف المصداقية تاع حصة جوستو كافي ولا كافي جوستو؟ كوستين عيط المخلوق هذيك تلاقينا خيرت لنا واحد الريستورا قلنا معمرة بالكاروات الفوق كاروات التحت كاروات البيبان كاروات الكارليش كاروات الجماعة اللي ترقوا من ثم كاروات خدامة كاروات كل شيء كاروات هاي لحقنا باش ندخلوا زعما على الباب الباب تاعها يتحل اوتوماتيك تسمى تقدم يتحل ما تقدمش ما يتحلش سقسيت انا واحد السيد ثم قلت له الحاجة كيف يتحل الباب هذا قال لي ها كيفها وكذا قال لي قدم للاكس هذا قلت قدم قلت يتحل الباب عندك 5 سنغول لازم تدخل انا دخلت هي كانت شوي مسكينه دخلت دخلت انا هي قعدت لبرا ها قلت لها شوفي كاش واحد داخل دخل يدخلك معاه انا ما عندي ما ندير لك شوي هكذا شو واحد السيد هكذا دخل معاه دخلت دخلنا للريستورا واكتفقت انا بلي الريستورا هذه غالية مطفي الاضواء وكل مشعلين الشمع انا قلت راح لهم تريسيتي والله ما سلكوش تريسيتي دخلنا في الظلمة ندغمسوا انا وياها في الظلمة احكمي يا مخلوقة من احك احكمي لك شمني خطفك احكمي 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 انا ما نشوف شملي احكمي لحقنا واكتفقت انا بلي الريستورا هذه غالية دايرين واحد الموسيقى منقصين لها مرة باش تسمع لازم يدي راكب لحقنا هكذاك في الظلمة الطابلة الأولى كرشيت فيها ها حبسي نزيدوا شوية نخرجوا لفلسطين ها حبسي بلا ريح قعدت أنا وياها سمتني هي منا في كرسي وهي أنا في كرسي بيناتنا طابلة بيناتنا ربي في الحقيقة وقت انا بلي الريستور هذه غالية مين قعدنا داروا بين اربع خدامة واحد منا واحد منا واحد منا واحد منا وفي اربعة لابسين دي كوستيم حاطين بابيون ما نعرفش حتى نسميه طايشين دي بابيون هكذا انا نحسب جات الحكومة تخنزير مداير حالة مش فاعل الاول ابي بري برك واش قال لي؟ قال لي يهضر بلونجلي بلونجلي تاع الامريكان قال لي والله ماني شاف سي ابي بري ويلكم يو ار فيري نايس ان ذيس واي واي يو ار ذيس مورنينج ويلكم دوزيام عرفتو بلي فرونسي قال لي بيان فينو فيت كوم شي فو et n'oubliez pas que vous êtes chez nous. الثروازيام نعرف وصاحبي كان خدام معايا نص لسان مسكين قال لي هات ما تخندرة او لا انا ما تقوليش ما عندي فطوارات ولا هات الليفري ولا او لا انا قلت لك واعر تاع نخت اللمعان عاد من الخدامه اللي ياخذ اللمعان قلت لك كات عجبني الكاطريان طلع الانسه اللي معايا وقال لي يا هذه مدادتك تسخف 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 او تروح روح او تالي تسخف روح روح رميش هضرة هذي راه جيبونا ناكلو روح قعدنا وقتها فقدنا بالريستور هذي غالية منين قعد منين قعدنا جيبونا لي بوكان دو هاد الكتابات هكذا انا جزائري منين عطاني الميني مش الميني ميني بالاي حليت الميني هذاك انا جزائري والجيريا منين حليت الميني عيني يطيحوا على لي فريق باللي بلا
نشوفها في الصفافر معمرينهم بالصفافر. كاين رقم واحد الباقي وراها كل الصفافر. تقول دي زربيطر اللي كتبوهم. شفت انا شفت حوست على صاحبي الفريد حوست انا على بالي الفريد كي يطلع يدير 7000. عيط لهذاك اللي سربي قلت له الشاف وانا عندي لاستوما اعطيني شويه فريد برك الا كاين. ما كانش دزو شريون والله نقول لك دير 12000 سي با لا بيم. خلي جيب لنا طرف كبده خير ماشي بطاطا. هاي صح دير لي طرف كبده كنت سيب هكذا برك انا ما ناكلش بس عندي الريجيم انا. شفت المعلومه خلوخه اللي معايا لقيتهم يوصلوا لها بالكرارس خدامه في سبعه يوصلوا. هذه الكراسه نتاع السلاطه، هذه كراسه نتاع الشربه، هذه كراسه نتاع اللحم، هذه كراسه تاع الدجاج. تلما كثروا الكرارس دخلوا بوليس من برا ينظم المرور. ارواح ارواح. هاي السلاطه فوت الشربه بالزم سيريا دروات اسمع بالعقل. عرفتني خلص الشر. اكتارق الفيروز. هيا ساي سلطة عقب الشربة. الحم هو الاخر ما عرب ياكل الحم هو الاخر خليهم اكلينا خلصنا. هي تاكل هي تاكل هي اتكلت على ربي وكلات. وانا من اللي دخلت انا مدير هكا ربي بقي يستر ربي بقي يستر. خلصتي واش مخلوقه صايمه الدهر والله يا سيدي كي ماكله حانوت. خلصت تقرعت جبدت هذاك اللي نقيو به ودارت ليا. منين دارت ليا قلت لها واش هذا وين شفتيني؟ قالت لي اسكندر. قالت لي لعينك يعني جيت تخطبني؟ لعينك يعني جيت تخطبني؟ ارواح البابا قول له راني نحوس على الطفله اللي تنشر الزاوره الحمراء بالخميس على 9 تاع الصباح. عاودي قول له راني نحوس على الطفله اللي تنشر الزاوره الحمراء بالخميس على 9 تاع الصباح. هذا دخل داركم ولا دخل فيسبوك؟ ليه هذا كله؟ قالت لي هنا عندنا البنات بزاف وانا في 9 ونشبهوا لبعض انا تخاف تجي تخطبني تدي اختي. قلت لها في قلبي اختك لو كان ما تاكلش هكذا والله ندي اختك خير. هاي امي خلصنا الماكله جينا انا وقتها فقتنا بالريستوره اللي غاليه كي نظن ضربنا واحد النص ساعه لحقنا لاكيس. لحقت لاكيس لقيت واحد السيد مطيش فيها واحد الكوستيمات دير واحد 23 مليون. كالكريات اللي بدا يحسب وانا نستنى هو يحسب وانا نستنى كيما راكم تستناو بس ماشي نفس الاحساس. انا راح نسلك ولا ما عجبتيش كالكيلاتر يدز عليه دخل حل الميكرو بورتابل دخل اليوتيوب. ايوا مثلا الانسه ما كلتش ماكله تاع الجزائر تاع الاسبان. اضرب 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 قال لي 1400. قلت له كاين 1400 من 1400 كاين 1400 اللي يخلي لك الصرف وكاين 1400 اللي يطيح لكم اللحمه. قال لي نو 1000 كات. قال لي 14000 دينار مليون و400. اخا انا قلت له في قلبي قلت له انا لو كان نحسب انا في عمري 35 سنه كنت نحسب قدر راني ماكل ودارنا وبرا واحد 120000 ما ديباسيش. كانت المرحومه كانت ما ربي يرحمها دير لنا كسره بالبن كسره بالبن كسره بالبن كسره بال نهار عندي قوتي ودير لنا بالكسره البن بالكسره البن بالكسره البن بالكسره. هاي السلام عليكم. اليوم نصمروك هنا زدت 5 دقائق. يعني وهذه القهوه غاليه ولا ماشي غاليه؟ غاليه. الو سولي يعطيك الصحه بارك الله فيك. يا اخي قلت لك عندك
le corps il est là. Tu maîtrises bien le corps تاعك. Les démarches, les personnages, l'art de raconter. عندك وعندك هنا جبت لنا حاجه جديده لو نايت موتيف على شاك فوا تاع حسيت باللي سا سي غير تشوف واحده لو نايت موتيف على شاك فوا ايه على شاك فوا صاب دخلها في وبالتوفيق ان شاء الله نعطيك 8 على 10 بارك الله فيك مسيو زياني لا واش حبيت نقول فريمون عندك ان ترافاي سو لو ماسك مليح حتى ليك اون دور دو كور le visage il exprime beaucoup de il y a où il y a dans l'expression vraiment dans le comique un beau comique hein, vraiment un beau comique simplement fait j'ai trouvé chouïa touil mais par exemple l'idée de la police il faut pour faire la circulation ça c'est une belle trouvaille ça est malgré que le l'histoire elle est narfoha etc mais une trouvaille comme ça décalée bien alors je vois هذا راهي شنو شنو بدي ستيلو هذا شنو النوت يعني اوي لا نوت نوت 8 sur 10 هي très bien كل الاسطوره غاليه هذا ربنا يحفظها سي فري كو نفحت لي نسمعها من قولها وقت فقت انا بالريستورا اللي غاليه وي سي سيتي با مال سي فريمون بعد جوستمون بعد شي مرات هو بيقولوها خاطر جاي يقولوها Mais c'est vrai que le masque il est très intéressant, mais la démarche et tout ça, il faudrait trouver d'autres. Parce que quand on voit le comédien dans tout, je dois aller quinter, pas plaster, donc quand il y a ça, moi j'attends. Bzaf. C'est-à-dire lorsqu'on voit le comédien tout le temps avec les mêmes démarches et tout ça, ça, c'est-à-dire on a envie de voir autre chose, c'est vrai le masque il est intéressant. Là, le point de chute, les calcaires, Monsieur Ziani, il faut trouver le point de chute. Alors peut-être que tu l'as trouvé, hein, mais bon, moi ça m'a vraiment plu la chute Terek. Mais c'est vrai que moi Saouli, j'aimerais bien le voir autrement. Alors Saouli, Monsieur Saouli, moi j'avais donné 8 au début. 8 aussi. Après j'avais donné. J'ai donné 5 la semaine passée et aujourd'hui je vais donner un 7. Mais. Machin et demi. Voilà, je suis à deux. Merci. Hein? Merci. 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 Merci.